أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد خالد المسقطي مواصلة جهودها لتحقيق المزيد من الإنجازات على مستوى سن وتطوير التشريعات المعنية بالمجال المالي والاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار بحثها للمواضيع التي أحيلت إليها من قبل المجلس وتبنيها لمجموعة من التوصيات المهمة التي رفعت ضمن تقاريرها للمجلس لمساندة الاقتصاد الوطني ومساندة الجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة في هذا الجانب، خاصة في ظل المستجدات التي شهدها دور الانعقاد. جاء ذلك في إطار حصر اللجنة لإنجازاتها لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس.